يسوع مشتهى الأمم. المؤتمر السنوي الخامس للكنيسة المعمدانية العربية سياتل واشنطن، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 يوليو 2013. ضيوف المؤتمر: دكتور غسان خلف، دكتور صمائيل عبد الشهيد، دكتور زكريا ستورو، والمرنم زياد شحادة. المكان 19830 South East 328th Place Auburn Washington 98092. المعلومات الرجاء الاتصال على أرقام الهواتف التالية